وصلنا ميسان لطبيعة وحالة جمالية شكلتها الوردة الشامية، لكن عم نحكي بفقرة الأستاذ عدنان عن الوردة الشامية. فعلا على مر الزمن كان لها أيضا استخدامات طبية متعددة وفوائد كثيرة، رح يعرفنا عليها الدكتور شادي خطيب، الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. صباح الخير دكتور، كيفك؟ صباح الخيرات، يعطيك العافية. صباحك دكتور. دكتور، يمكن قرب طاف موسم الوردة الشامية، ومع اقتراب هذا الموسم هيك حبينا نتعرف على فوائد هي الوردة اللي ريحتها حلوة وكل شيء فيها حلو حتى شكلها حلو. تماما. حقيقة أول شيء الوردة الشامية مثل ما بتعرفوا تم تسجيلها بالتراث العالمي للشعوب في اليونسكو باسم سوريا. طبعا هذا بجهود الأمانة السورية للتنمية اللي نحن نوجه لهم الشكر، برنامج تراث الحي، الأستاذة ريم إبراهيم وكل الفريق العامل على صون ما يتعلق بالوردة الشامية، سواء ما يتعلق بالزراعة، مهرجان القطاف، ومن ثم موضوع الاستخدامات الطبية. حقيقة نحن اليوم إذا بنرجع بالتاريخ لورا شوي بنشوف بأنه معظم المخطوطات القديمة كانت عم تحكي عن استخدام الوردة الشامية ضمن العديد من الأشكال الصيدلانية والدوائية. بيضرب مثال بسيط عليها كثير، أنه شراب الشراب البسيط نحن بنسميه ومستخدم كشراب سعال بالعالم اللي اسمه سيروب، أصل هذا الشراب هو من الحضارة العربية الحقيقة. حتى الاسم سيروب هو من الشراب، وهو ماء وسكر بنسبة معينة. حقيقة كان أكثر شراب شائع في يعني تلك الحضارة هو شراب الجلاب أو ماء الورد. جلاب هو ماء الورد، جلاب أي ماء الورد. فإذا ماء الورد، الوردة الشامية على وجه الخصوص، يستخدم للعديد من الآثار الإيجابية على الصحة. واحدة من أهم الآثار الحقيقة تم اختبارها بدراسات عالمية هو موضوع السعال وأنتان الطرق التنفسية العلوية. يعني نحن اليوم نتوجه لما بيصير في عنا مثلا حدا بالعائلة عم يصير في عنده سعال أو مشكلة، بنروح نتوجه باتجاه الشرابات المحضرة بالصيدليات. نعم. شراب الوردة بالبيت هو من الناحية الفنية والعملية أشد أهمية من كل هذه الشرابات، نظرا لأنه بيحتوي على مركبات الأصبغة الملونة. صحيح. يحتوي على مركبات فلافونويدية، يحتوي على مركبات أيضا مضادة للإنتانات. نعم. تساعد على قتل الجراثيم، ممكن تصيب طرق تنفسية العلوية. والأهم من هيك أنه نحن عملنا اختبار سريري الحقيقة على مجموعة من المرضى المتطوعين، وفعلا هو حسن من الأداء التنفسي، قلل من عدد مرات السعال، حسن بشكل ملحوظ من تخفيف كمية القشع أو البلغم، بنفس الوقت خفف الانتانات المرافقة عند بعض اللي كانوا من المتطوعين اللي عندهم إصابات انتانية بالطرق التنفسية. والحقيقة عملنا حتى اختبارات نحن بالزجاج على جراثيم معزولة من قشع مرضى مصابين، والحقيقة بانتانات تنفسية من جراثيم ممرضة. كان الوردة الشامية تأثير مهم جدا وفاق العديد من الصادات المدروسة في الدراسة نفسها من خلال استخدامه، سواء بشكل مثل ما قلنا اللي هو بشكل شراب، أو ممكن بأشكال أخرى. يعني حتى المربى بالبيت له تأثير مهم جدا لتخفيف حالات الانتانات، كان كتير ممكن أساسي بحياتنا، نحن موجود بحياتنا. واليوم عمليا بكل دول العالم بلشوا يتوجهوا بالصيدلة، وخاصة بأشكال تنعطى للأطفال، لأشكال أكثر قبولا عند الأطفال. يعني صاروا يستخدموا الجيلي، صاروا يستخدموا الأنواع من يعني فيتامينات على شكل الفيتامينات جيلي. تمام. هي أسهل للإعطاء وتكون مقبولة من الطفل. فنحن عنا المربى الوردة الحقيقة له تأثيرات، غير أنه هو غذائي وغير الشيء المفيد، يعني من عناصر غذائية موجودة فيه ومحتوى من فيتامين سي ومحتوى من الفيتامينات والمعادن الأخرى، إضافة إلى ذلك دوره المهم جدا في نحن في شيء بنسميه بدعم الجسم لحتى يكون مواجه للإنتانات، وخاصة أنه في عنا كثير من الإنتانات الحقيقة معندة على العلاج الكيميائي بالصادات الحيوية. فنحن عادة نتوجه لدعم هذا الموضوع بالمستحضرات الطبيعية. أيضا في دراسة مهمة جدا للبشرة، اليوم ماء الورد للبشرة
حقيقة هو أول شيء بيعطي ترطيب عالي، بالإضافة إنه هو مضاد للأكسدة. كلمة مضاد أكسدة اليوم هي كلمة كتير شائعة صارت عالميا، بس حتى أوضح فكرة مضادات الأكسدة، نحن اليوم إذا كان في عنا مثلا موزة قسمناها اسمين، خلينا اسم معرض للهواء والاسم الثاني حطيناه بعصير برتقان، أي من القسمين بحافظ أكثر مع الوقت وما بيتخرب ما بتأثر بالأكسدة اللي هو محطوط ضمن الفيتامين سي اللي موجود بهذا. وبالتالي نحن اليوم ما تقوم به الوردة للبشرة كما قام العصير بالنسبة للموزة وحافظ عليها. وبالتالي نحن اليوم عرضة البشرة للأكسدة، عرضة الجسم للجذور الحرة السامة ممكن يسبب شيخوخة مبكرة. يعني عند بعض السيدات بنلاقي في تقدم بالعمر واضح، رغم انه بيكونوا هن بعدهم صبايا، وهذا يكون ناتج عن جزء منه له علاقة بالجفاف، استخدام بعض المساحيق الكيميائية، والجزء الأهم هو الأكسدة والتخرب اللي ناتج عن يعني الجذور الحرة والمواد المؤكسدة السامة اللي ممكن تأثر على البشرة. الماء الوردة الشامية بيحافظ على البشرة واستخدامه بسيط، ممكن نستخدمه نحن مثل السيروم حول العين بشكل يعني نقطي تمام، على الرقبة، بالأماكن اللي فيها تجاعيد تعبيرية، بالجبهة، حوالين الفم، هي كلياتها ممكن استخدامها بشكل كتير ايجابي. يعني اهالينا كانوا يستخدموه سالي لماء الورد زمان تماماً. وحتى حاليا عم نشوف اهم الماركات العالميه للعنايه بالبشره عم تدخل ماء الورد والورده الشاميه حصرا بضمن المنتجات، وعم تكون من اغلى الاسعار. يعني هي المنتجات يعني بلغاريا اليوم اخذت الورده الشاميه وزرعتها عندها، واليوم صار الورده الشاميه عندها انتشرت لكل دول العالم كمان من عندهم هني، وحاولوا كثير انه يشتغلوا على انه هن يكونوا في يعني انه اصول النبات، ولكن اصول النبات بالتسميه وبكل التفاصيل تعود الى سوريا، وهي بنرجع بنقول جهود الامانه السوريه بحفظها. اليوم علينا نحن كلياتنا ان نقوم بصون هذا التراث المهم جدا، لازم نروح على المراح من خلال تماما المراح. وفي الحقيقه صار اماكن ثانيه عم يشتغل على توسيع دائره الزراعه بأماكن أخرى، في بالغاب، في بمصياف، في كذا مكان بلش يعطي نتائج حلوة، في بريف حلب الحقيقة كمان مشتهرة بالورد. بالإضافة إنه نحن اليوم في عنا صار في مستحضرات أيضا، في دراسة بجامعة دمشق لزميلة إنها أثبتت بأنه الوردة الشامية ممكن استفادة منها بموضوع تخفيض الشحوم وتخفيض الوزن. هذا كمان كتير مهم. نحن اليوم دائما نتوجه سواء ماء الورد أو بشكل منقوع، نحن إذا بنحصل على منقوع مو مغلي يعني بنحافظ على الزيوت العطرية اللي موجودة فيها، فبتساعدنا بنحضر مثل الزهورات، يعني بنحضر من بتلات بس مي باردة الوردة. لا لا، مع الماء هو ماء ساخن كيف بنحضر الزهورات تماما، ننزل بقلبها الهدف. فممكن نحن نعمل توليفة الزهورات مع الخبيزة مع الختمية ونشربها يوميا، فبتساعد حسب الدراسة اللي انعملت بجامعة دمشق انه فعلا بتأثر على الانزيمات الخاصة بالدهون، وبالتالي هذا الكلام كتير مهم لاستثماره بالعلاجات. ايضا في دراسة مهمة كتير انعملت على موضوع القرحة، في كتير مننا عم بيعاني من حموضة، من مشاكل تقرحات بالمعدة او بالامعاء، حقيقة هي كونه بتحتوي على مواد من المواد اللعابية، فلها دور مهم جدا في الحفاظ على السبيل الهضمي بشكل ايجابي. التهابات الكلية والمسالك البولية، الاشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل العلاقة بالحصى والرمال البولية وهالمشاكل المرافقة لها من الام مرافقة للالتهاب البولي، شرب الوردة الشامية كل يوم مرتين بيساعد بشكل جيد على الإدرار المنتظم، وبيساعد بشكل جيد على تخفيف حدة الإنتان، وبيساعد في قتل الجراثيم المسببة لهذه الأمراض. ضمن مثلا الزهورات ممكن ضمن إضافات، يعني لما بنحكي نحن عن شيل الكلية ممكن نضيف معه شباشيل الذرة، ممكن نضيف معه قريص، ممكن نضيف معه يعني زنب الخيل او بعض النباتات المفيدة، الخلة السورية
اما لما عم نحكي نحن مثلا عن استخدامات اخرى اليوم، وهذا كله عم نحكي عن شيء متوفر بين ايدينا الحقيقه، نحن اليوم بتلات او الماء الورد مانو غالي متوفرين بسوريا، ونحن موسم القطاف يعني صرنا قريبين منه الحقيقه. بالاضافه انه نحن في دراسه مهمه كثير لاستخدام السيدات واللي بيعانوا من السيلوليت ومشاكل تشققات البشره وخاصة بمناطق البرك والأرداف، كمان بيساعد موضعيا تطبيقه على كونه بيحتوي على هالمواد اللي بتساعد على إنتاج الكولاجين، يعني هي بتساعد على إنتاج الكولاجين، بتساعد على تغذية البشرة ببعض الحموض اللي بنسميها نحن الأورونية مثل الجلوكورونيك أسيد والهيالورونيك أسيد، هي بتساعد على إنتاجهم وبالتالي بتساعدنا بشكل كتير كبير على نضارة أفضل للجسم والحفاظ عليه ك يعني عمر بيكون أقل. استخدامه للشعر أيضا مهم جدا، بيقلل من حالات التقصف وتساقط الشعر. كيف بيكون استخدامه للشعر؟ بشكل نقدر نعمله نحن أما بشكل غسول للشعر تمام، أو من ممكن الموقوع نضيفه من المنقوع أو من ماء الورد المقطر تقطير اللي موجود. طبعا ماء الورد النظامي نحن هم ننتبه على شيء، الإيسانسات المستخدمة للريحة فقط هاي ما لها فائده، فنحن هون ما عم نحكي عن فائده ابدا، صرنا عم ناخذ رائحه. دكتور شادي بس كيف بنخزنه؟ لا احيانا بنشتري علينات ما ورد بالبراد بتضل لايمتى؟ بتضل قد ما بدك بالبراد، يعني ممكن تبقى سنه بالبراد بدون ما تتاثر، بس خارج البراد بيتاثر. لا بالبراد بالبراد حكما درجه حراره منخفضه. كيف نحن نعرف انه هي ما أنا فقط للرائحه؟ المصدر الحقيقه المصدر. لانه نحن كلياتنا بننتبه انه اول شيء بناخذ الرائحه، لا لازم ننتبه من انه المصدر يكون مصدر صحيح. حقيقه صار اليوم في كثير من المصادر الموثوقة الموجودة ما بدنا ناخذ من عند اي حدا، لانه كلمة ما زهر وما ورد هي كلمة عامة، نحن بدنا ماء الوردة الشامية تمام. ماء الوردة الشامية هذا النوع من الطرز هو النوع المفيد واللي عم ينشغل عليه اليوم حقيقة بشكل كتير كبير. مين فينا نحصل عليه الاصلي؟ قلت لك من المصدر، المصادر الموثوقة للشركات الصيدلانية المحترمة اللي هي بتكون مراقبة من قبل وزارة الصحة، هي الشركات اللي ممكن كيميائية اجمالا عملية الحفظ ممكن يضيفوا بعض المواد الحافظة اذا بدهم يحفظوها على الرف، عرفتي كيف؟ بس بالنتيجة نحن في الغش الصعب هو إضافة الإيسانسات اللي هي رائحة ولون ومي، وانت عم تاخذي كانك عم تاخذي ورد. لا نحن عم نبحث عن ماء الورده الشاميه اللي هو موجود. ممكن اذا نحن بدنا نطلع من هالسيره هي نجيب البتلات، نحفظ عنا بتلات ونصير نحن نحضر بالبيت عمليا بعمليه النقع، نحضر المناقيع اللي ممكن استخدامها كمان سواء موضعيا او بشكل، بس طبعا نحافظ على الزيت العطري لما نحن بناخذ المنقوع ما نغليه، ما تعرض لدرجه حراره مرتفعه، فرح نحصل على الفائده المطلوبه. طبعا كمادات للعين كمان مهمه جدا لتعب العين، خاصة الأشخاص اللي بيكون في عندهم السهر والدراسة والعمل يعني اللي بيكون يعني مستهلك للعين بشكل كتير كبير، فنحن كتير بيرتاح شخص بس يجرب كمادات من ماء الوردة أو من منقوع المبرد من الوردة موضعياً على المكان. سالي عنا كنز وما منعرف. لا أكيد عنا كنز وأسعار رخيصة، يعني إحنا عم نشتري هدول مستحضرات التجميل صدقيني يمكن هي داخلة مواد كيميائية عم يحكي لنا هلأ هون الدكتور شادي إنه فينا نحصل عليها بشكل مريح. تمام. يعني بشكل كتير بسيط نحن بنقدر إنه ميزة سوريا إن تماماً. الله سبحانه وتعالى أعطانا مناخ متميز جداً، لانه نحن موضوع الزيت العطري هو اساسي الحقيقه بموضوع الجمع، واهم شيء هو اللي مسؤول عن الفعاليه، ونحن من خلال البحث فعلا الطرز الموجود بالمراح وبالمناطق الجديده عم شكل عليها هذا الطرز هو اللي ممكن نحن فعلا يتم الاستفاده منه طبيا صيدلانيا وغذائيا. يعني بنتمنى اول شيء انه نحافظ على زراعه هي النبته ويكون في وعي تجاه الكنز الموجود عندنا، يعني ارضنا خصبه كثير بنقدر انه نحن نحافظ على المزروعات والاعشاب الموجوده عندنا، واهم شيء نعرف الطريقه الصحيحه لتحضيرها. شكرا كثير لك دكتور المعلومات اللي قدمت لنا اياها. سالي بدي ارجع هلا اشتري بتلات ورد عن جد. كلنا لازم ننزل هلا على السوق نجيب ورد ورده شاميه حسران. كل الشكر لك دكتور شادي الخطيب رئيس الجمعيه السوريه للطب التكميلي، نورت صباحك. يعطيك العافيه. وصلنا لختام برنامجنا الصباحي.